انجا، كل سنه وانت طيبه يا بيبي. بمناسبه ايه؟ النهارده عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وانا ملك القصر ولا ملك الكبده؟ اسف يا شيخ، الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود، امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجره الدر يغرق مصر خلال 24 ساعه. لكن الملكه شجره الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها راي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعه 3 الفجر اعلن النتيجه؟ انت بتزعلني ليه يا محمود؟ في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهارده. لا لا، انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا، 3 الفجر ده انسب وقت نعلن فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناه التت. نطلع احنا بقى نقول اللي احنا عايزينه. نفذ، انا افهم اكتر منك. ما اقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجه الفوز بقلب شجره الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر، شبرا 500 يبقى 15 أقطاي، الجبلية 600 يبقى 15 أقطاي، الزاوية الحمراء 1000 يبقى 15 أقطاي، شرقية شرقية، منوفية منوفية، أهلية أهلية. سحقولي سحقولي سحقولي، النهاردة فرحي يا جدعان. واستولى أيبك على القصر. أخيرا حقق حلم، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. جهاد؟ محمود أنت جهاد؟ أنت محمود؟ أيوة. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وأنت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكرة؟ فاكرة جهاد وإحنا صغيرين؟ فاكره لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينه وقعدت تقولي ايه؟ فاكره يا بيبي. ايوه، ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعاده لا تدوم طويلا، حيث جاءت انجا مفرقه الجماعات وهادمه الملذات. اقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني ابدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني خمسة والنبي أنجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعرك. سيبيني خمسة يا أنجا، في ايه بالظبط؟ مش فاهمه. ممكن تتكلمي معايا انا؟ اتوكس محمود وروحي معاه. يلا يا حلوة. باي بيبي. باي باي. يلا يا بيبي. بحبك قوي يا توحة. مع السلامة. باي 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 باي. السلام عليكم. باي باي محمود. يلا يا حلوة. تعبت محمود؟ عمرك يا مولاي. أقطاي يا محمود، أقطاي احتل دواوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا أقطاي مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه؟ تعداد جشمي قد ايه يا حوده؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنيه، بس دي تبقى حرب اهليه. بص يا محمود، انا عارف ان في 73 بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر بحذر. لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. انا صاحب القصر والعب براحتي. مولاي مالك النهارده في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي، وانا الملك واجب عليك تحميني. احميك؟ يعني اعمل ايه؟ يعني تقتل اقطاي. ايه؟ اقتل اقطاي؟ ايوه اقتل اقطاي. يعني عايزني انا اقتل اقطاي؟ يا عم ما تعدي الجمله يا عم، خش بعد اقتل اقطاي. يعني ما تقولش اقتل اقطاي.
نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، وأخطائي لازم يتقتل. أنا آسف يا مولاي، ما أقدرش أغدر. الجيش المصري واجه، ما يغدرش. بعد إذنك يا مولاي. إذنك معاك يا حودة، أديك عرفت القصر، يبقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دول، تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أي كان متجوز قبل كده واحدة عرفي ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين شكلك على أبيض، أبويا بقى الريس، أبويا بقى الريس. قال له يا يابا أنت بقيت الريس ولا ده حوار أنت مركبه علينا؟ لا أنا اللي بقيت الريس، أخيراً وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا بتاعنا ما تشدش ما تشدش أنت، بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي خد تعالى أقول لك يا حبيبي، تعالى شوف أنا جايب لك إيه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح روح روح. عمي سلامة يا عمي. أيوة يا منصور يا بص يا عم سلامة يا عم، الحسين ده حلو قد إيه؟ معلش يا حبيبي أنا ما بعرفش أبص. شوف يا عم سلامة يا عم، الألوان فيه عبقرية، بسم الله ما شاء الله. أنا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم، بطن الحسين مخروطة خرطة، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب اعمل ايه يا عم سلامه؟ شوفه كده وريني وريني. والله ده ايه الحصان الحلو دون؟ يا انا هلعبك لعبه حلوه يا ضيا منصور دلوقتي. الحصان ده اهو، شايف الحصان؟ اكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو، ما ده هيجيب لك انت مشاكل. أنا خلاص الحصان بقى جوه بطني. أيوة أنت اللي هتتعب. هو الحصان معايا أهو. ما أنا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامة أنا زعبلاوي وممكن أعملها معاك. حصان. أيوة هاته. طب بص أوريك 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 أوريك. أوه طلعته من ودني، خد يا عم الحصان. ده حسنك أنت يا عم سلامة. هو يا ابني الحصان بتاعك مش ده الحصان بتاع عم سلامة؟ بص إيديك أنا مصدع من الصوت. هات حصان. الحصان أهو يا حبيبي، أهو الحصان بتاعك أهو. عم سلامة أنت راجل كبير وقد أبويا ومش عايز أعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو اهو بالوانه، بص الصنايعي اهو. يا ابويا يا ابويا خد الحصان يا ابويا، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان. اهدى اهدى، ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر حاضر. حاضر ايه؟ هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ عبيط، بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ شجره الدر جت جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكزم ده يا لا تيجينا ولا نيجيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ ايوه يا شجرة. ومفهمه ان انا اللي عايزاه؟ ايوه يا شجرة، الحرب خدعة. انا مش مصدقة. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوات. هو مش حضرتك ايه؟ هو ده
قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل ليه في المهرجانات والفرفشه عايزين نبسطه؟ طيب نعمل ايه؟ بقول لك مهراجة هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيره في الهند بشوكة وارتيجا وشقلبه. في ايه؟ معلش غلطه بفوره راجل، لو لقى غلطه في ايه يا ماما؟ لو سمحت هو المهرجة ده اسمه ايه؟ اسمه أكبر مهتماما مهيتا في العالم. إيه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. أنا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جداً وجاي طبع مسؤولين مهمين، لو حصل غلطة في الأكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص؟ خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى، عايزين نركز في اللي جاي. أنا هديكوا شوية تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقولك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في خمسه ونكتمه في اربعه ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا تمام؟ مستر. تمام يلا نبدا تمرين. ابدا. واحد اتنين تلاته اربعه، اكتم واحد اتنين تلاته اربعه، طلع في الحله. يلا تاني هوبا. ثانية ثانية واحدة، عايزين حلل كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ أنا. اطلع خطوة لقدام. أنا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح إيدك، افتح. أهو. ارجع ورا، افتحش بقى غير ما أقول لك. معلش معلش، أنت راجل سالم ومفتري. والله بيصعب، والله بيصعب عليا لما بضربه، بس أنا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. افتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس، مفيش تمارين نفس، نخش على التمرين اللي بعد. يقول لك ايه؟ الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه؟ يبقى خفيف على المعده، تمام؟ يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل؟ يلا إيه احنا مقدمين حربيه، هاخدكم كشف جراحه لو ما نزلتوش. ننزل 10 بطن يلا. ماشي يلا ننزل. يا مستر انا بنت، ما ينفعش. اخرسي، مفيش بنات هنا مساواه في كل حاجه. ماشي ماشي يلا 10 بطن. ثانيه واحده يا مستر. يا ابني ده ضغط. امال هو عايز ايه؟ عايز بطن. اللي هو ازاي؟ الشقلب. ايوه يلا 4 5 6 يلا يا ابني شويه. يا مستر انا حاسس ان انا هخس. اتنيل على عينك كده، هتتخن كده. واحد انت بتعمل ايه؟ بعمل انت بتولولي كده. قوم اقف. ايه الغباوه دي؟ 4 اغبيه، انا عمري ما شفت كده. واحد يبقى غبي اتنين، لكن 4؟ ايه الغباوه دي؟ مفيش بطن، مفيش نفس. هنخش على التمرين اللي بعده. ركزوا في حاجه، المهرجة هيجي ينفخنا. ركزوا. هنعمل دلوقتي ايه؟ ايه؟ يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طياره يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط، اي حاجه فيها طيور. طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور. مين الحيوان اللي اتكلم؟ أنا. اطلع خطوه لقدام، افتح ايدك. انا قلت لك تتكلم، افتح ايدك. اخلص. ارجع. يا ابني انت حمار، انت بتتدرب على دي بس ما تبدل، وانت راجل ظالم. والله بيصعب عليا لما بضربه، انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه. ركزوا معايا يا اخوانا، المهرجة هيجي الغلطه بفوره. ركزوا. ماشي تمام. ماشي. لا يا حبيبي، الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه؟ يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى. هتطبخ عيش بتاو في الطياره؟ امال في القطر هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ معلش يا مستر انا عايز. معلش. ارجع انت يا ابني اللي هناك، هتطبخ ايه في الطياره؟ مش هطبخ. يعني ايه مش هتطبخ؟ انا في الطياره مش هطبخ. انا بسالك، ده اختبار تجاوبني. مش هتطبخ يعني؟ انا اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي. طب ارجع ورا، ارجع يا برنس. وانت هتطبخي ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك. هي دي الاجابات. الست بتتعلم، مش عارفه بتتعلم، لكن ما تقعدش ترغي وخلاص. كلكم اغبياء. الطباخ في الطيارة مش محتاج يتعلم طبخ، محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط. يلا ننزل 10 ضغط. هكشف جراحة أقسم بالله. 10 ضغط يلا. كنت دخلت شرطة. أسلم.
عادش ضغط بس يا عم، لو طلعنا فوق البوتاجازات وقول لك نط نطة الثقة انزل. يلا يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر؟ اه ننزل ضغط. واحنا من شويه انا كده اخس والله. معلش يا حبيبي، انا عارف، انا هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها. انزل 10 ضغط. يلا 1 2 3. انت بتعمل وانا بعمل ضغط؟ انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ اهو انت بتعملي ايه؟ ضغط. ده ضغط ده؟ ده انت هتجيبي لي الضغط كده بالحركات دي وبابا. لا نفس نفعين ولا بطن ولا اي حاجه. خلاص مفيش تمرينات، مفيش زفت. هنخش على الأسئلة على طول. ماشي. المساقعة بتتعمل إزاي؟ المساقعة بتتعمل في الساقعة، إنما بقى لو عايزين نعملها في السخونية نعملها مسخنة. أنت ماما عارفة إن أنت هنا؟ ماما عارفة إن أنت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وأنا نازل. قلت لها؟ طب اطلع خطوة لقدام. اطلع. طب بالراحة والنبي. ولا خلاص. افتح إيدك. ما أنت حمار، أعمل لك افتح إيدك. افتح. اللي هتفلت بعشرة. اللي هتفلت بعشرة. افتح ايدك. افتح. يا حمار ما تبدل الايد. انت بتضرب لعنة دي بس دماغي تدخل من وشك. وانت راجل ظالم. اخرس. تتكلمش تاني غير لما اقول. يا عم والله العظيم هو السبب. انت قلت لي المساقعة اتلغت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملجي. افهم انت ذاكرت ايه بالليل؟ بتنجان المحشي. ذاكرته ازاي؟ خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها. لا انت عبوطه بقى. اخرس انت كمان. ماشي. يلا جاوب، المسقعه بتتعمل ازاي؟ حضرتك المسقعه، بص افهم بقى، المسقعه بنجيب بتنجان عرايس. أيوة. بس يكونوا عرايس لسه جداد، لسه ما تكملش كلام. ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. ما تكملش كلام، بلا جداد بلا قدام. عرايس جداد. ما انا كنت هقول لك كده. ما تكملش كلام. ما تكملش كلام. هات العصايه. ارجع ورا. انت يا ابو طهيه، مسقعه بتتعمل ازاي؟ ما بعملش مسقعه. ايوه ما بتعملش، ده اختبار. انا مش قصدي، انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي. انا ما بعملش مسقعه. أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي. انا برنس. طب تقعد برنس في اي حته؟ في اي مكان. طب ارجع لورا. وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. هي دي الكلام؟ هي دي الاجابات؟ ست اهي اهي بتسالني، انا اقول لها بعدين. انما انا ما بحبش الرغي كتير. خلاص نخش على الاكله اللي بعديها. مفيش مسقعه وحياه امي ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش. مش داخله المطعم. ماشي خلاص. في ايه؟ هنعمل اكله تاني. البصاره. البصاره بتتعمل ازاي؟ البصاره دي بتتعمل في البصره، عشان هي اصلا اكله عراقيه. دي معروفه. دي حلوه. ايه حلوه والله. انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا؟ اطلع لي خطوه لقدام. خلاص طيب. اطلع خطوه لقدام. اهو. افتح ايدك. افتح. افتح ايدك. الا ولا جامد والله. اقسم بهذنبك والله بتضرب جامد. اللي هتفلب بعشرة. افتح ايدك. اهو. تعلم. ماشي. تعلم. خلاص هتعلم من غير ضرب. افتح ايدك. هتعلم والله. افتح. طب افتح ايدك. يلا هيسلم شكله. هيسلم والله. مالكش انت دعوه. افتح ايدك. حاضر. افتح. افتح دي. افتح دي. عايز اني هات دي. دي ولا دي؟ اديله المهريه. ما هتتقرد زياده. خفش. شفت انا عارف الاخيره دي بتدي فجاه.